Drop it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة فيوتشر تيك. اليوم جبنا لكم موضوع البعض سأل عنه، كيفية إلغاء صور البايكاسة أو حذف صور البايكاسة. يعني مثل ما تشوفون قدامكم هسه الصور هاي اللي بالاستوديو عندي، طبعا أنا لاغي المزامن عنها، ما تظهر الصور أمامي. ذن الصور، صور بروفايل يوتيوب، بروفايل بلوجر مالتك. على سبيل المثال مثلا هسه هاي 1/2015، شهر 1/2015، إذا أحذفها ما تنحذف، حتى لو دخلت بالداخل ما راح تنحذف الصورة. هسه راح نراويكم كيفية حذف الصورة بعد هذا الفاصل القصير. اهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل. هسه نروح على الاعدادات او الضبط مال الهاتف، نروح على حسابات جوجل. مثل ما تلاحظون امامكم عندي 3 حسابات اني لاغي المزامنة عنهن، راح ندخل على هذا الجيميل، نروح على مزامنة البومات الويب الباي كاسا، اني لاغي المزامنة عنهن. من راح اعطيه مزامنة راح يزامنن، ومن راح اعطيه الغاء المزامنة راح تلغي المزامنة عن الباي كاسا. هسه من بعد ما لغينا المزامنة، بعد ذلك نروح على معلومات التطبيق. ننتظر لحد ما يحسب البيانات. نضغط على مسح البيانات ومسح الذاكرة المؤقتة، راح تنحذف كل بياناتك مال الاستوديو. ندخل على الاستوديو هسه، مثل ما تشوفون قدامكم البومات الباي كاسا ما موجودة في الاستوديو. الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. اذا عجبك الفيديو انطي لايك الفيديو وسبسكرايب لقناتي ليصلك كل ما هو جديد وحسن من قناتنا. تقبلوا تحياتي، كان ياكم ادمن اركان الناس من قناة فيوتشر تيك، منتظرونا فيديوهات جديدة إن شاء الله. مع السلامة.